شبكة عباقرة التلاوة تقدم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن مع القرآن الكريم ومع فضيلة الشيخ محمد بحيري القارئ الشهير بالإذاعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول شيخ. بعتيني وصل لسيادتك فبقول لك ما تخبيش حاجة علينا خالص، طلع كل اللي عندك السنة دي. كل سنة طيب. الله يفتح عليك يا مولانا. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء. عايزين كمان تاني يا عم. الشيخ محمد بيقول لك من الاول. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله.
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما صلوا على النبي وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها
وقفت عليك يا شيخ. الكل والله اجمع، الكل اجمع عاوزها والله. يا ايها النبي دلع فيها كده، دلع فيها كده وما تخبيش حاجه على كده، وجاي هنا مكان مبروك. الله يفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. يا سبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. يا سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا سلام. خليك على والنبي دي تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. حاجات جديدة والله، حاجات جديدة كلها، حاجات حلوة أوي. اسأل وقف الطاولة يا أيها النبي. يا أيها النبي. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وذكر وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. نعم البشرى. الصديق القارئ فضيله الشيخ محمد بحيري القارئ الشهير العباسيه والجيزه وضواحيها